هذه الفترة كان مميزة جدا جدا. لكن المستوى المذهل لعصام الحضري معاه في 3 بطولات، الحمد لله قدرنا مع بعض نعمل حاجة كبيرة جدا. أتمنى أن أكون مع محمد صلاح، أتمنى أن محمد صلاح ورقة رابحة. كلنا حسينا أن ورا الموقف ده في حاجة بتدبر، أو يعني في حاجة في الآخر نزلنا كسبناهم 2-0. كنا بنلعب بوركينا فاسو تاني يوم قبل الدور النهائي، وانت عارف هم هناك عندهم حته برضه السحر والحاجات دي، ودخلوا من باب المعسكر عربيه نص نقل وشايله خنزير، والخنازير عماله تصوت وصوتها عالي جدا، والناس منزلاها من العربيه فبتجرها في الارض. فشفت موقف غريب قبل مباراه سيمي فاينل في بوركينا فاسو ضد بوركينا. كنت حسيت ان يعني كلنا حسينا ان ورا الموقف ده في حاجه بتدبر، يعني في حاجه في الاخر نزلنا كسبناهم 2-0. موقف صعب طبعا، عدم تأهلنا لكاس العالم، المباراه بتاعت الجزائر ومباراه في مصر وفي السودان. لا، لان ده خلاص اخر محطه، وده اللي كان يوصلك لكاس عالم. فاما لو انت اتغلبت بسكور في الجزائر اخرك، لان فرقه الجزائر بتنزل في هذه الفتره كان مميزه جدا جدا، عندها لعيبه على المستوى الاحترافي والمستوى القاري، كانوا لعيبه هايلين، ممكن كانوا لو تيجي تبص الكفه الفنيه يمكن اربع. صعب المباراه كانت مباراه التاهل، نظرا لانها مباراه التاهل ونظرا لظروفها كمان اللي حصلت والاحداث اللي حصلت في مباراه التاهل دي كانت بالنسبه لي. لكن مباراه التصفيات كلها، سواء اللي هي انت فيها مع غانا، مع اوغندا، مع حتى الكونغو في بدايه التصفيات، لكن هي مباراه التاهل بظروفها، لكن دي كانت اصعب مباراه تقريبا لينا. اصعب لاعب بس هو استجاب كويس قوي، وكان من علامات مميزه في تاريخ فعلا منتخب مصر الشباب. طبعا كان مفاجاه ليا تطور رهيب في عصام الحضري بعد سن 31 سنه في 2006، وهو ما كانش لا يحرص مرمى منتخب مصر، كان نادر السيد بنسبه كبيره وعبد الواحد السيد. في امم افريقيا اللي قبليه 2004 كان عصام الحضري مش من ضمن 3 حراس، ما لعبش غير كاس القارات مع كابتن الجوهري وكان لم يوفق. لكن المستوى المذهل لعصام الحضري معاه في 3 بطولات، الحمد لله قدرنا مع بعض نعمل حاجه كبيره جدا. تنافس مره الاثنين حازم امام ومحمد صبري، كان في عندهم موهبه كبيره جدا وامكانيات كبيره جدا، ولكن كان بيرمسهم بعض الحاجات اللي هي تفرقهم قوي، يعني تخليهم حاجه مثلا يكسروا دنيا في احتراف مثلا. اتمنى ان اكون مع محمد صلاح، اتمنى ان محمد صلاح ورقه رابحه، هتعرف تديره النهارده تكتيكيا واسلوب لعب تستفاد منه جدا جدا. في على برضه المستوى يمكن تريزيجيه برضه اصبح عنده نضج فني عالي جدا جدا، رمضان صبحي. الناس اللي انا بعتز دايما بالناس اللي على الاطراف، الناس اللي على الاطراف في الجناح سواء الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، دي اللي بتديك دائما جانب تكتيك معين او جانب تكتيك ان انت تقدر تستغل الفرص وتستغل خطا في دفاع الفرق المنافسه وتقدر تستغله وتجيب منه اجوان. فاتمنى انك تكون مع محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي. طبعا كنا نتمنى ان واحد زي محمد صلاح يكون موجود معانا في 3 بطولات ديت بعد التاريخ اللي عمله دوت، ان شاء الله بيحقق مع منتخب مصر في افريقيا اللي جايه ونوصل كاس عالم تاني ونخطو افريقيا تاني باذن الله.